طيب معايا عبر الهاتف الان كابتننا الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني. يا كابتن ضياء مشرف ومنور. تكلمش منك يا ريس. اخبارك يا كابتن ضياء؟ والله الحمد لله. طيب فرصه بقى ايه وانا كنت لسه بقول الكلمتين دول تساعدني فيهم. انا موافقك من غير ما اكرر. حلو تخلصت الحكايه. طيب عشان كابتن ضياء بس انا عايز اوضح انه كابتن ضياء من اكتر المدربين اللي اشتغلوا مع محمد صلاح سواء في منتخبات الشباب او المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. الناس احيانا بتحب صلاح جدا بطبيعه الحال بس ساعات بيبقى نقدها يعني في حته زياده على محمد صلاح. رايك يا كابتن ضياء؟ لا ما ممكن لما تحمل عليه بمنطق ده 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 وارد ولازم يتعمل لما يكون في اي حاجه وده متقبل واي حد بيتقبل ده لانه بيحدث في العالم كله بشكل كبير جدا. لكن هي الفكره في انه تحميله النفس تحميله الخطوه بتاعت اي حد حوالين القصه يعني تحميله انه على فكره هو يعني بيعرف يتعايش مع الامور دي خلاص بشكل كويس يعني صحيح وبيعرف يعني عايز اقول لك بيعرف يفرز يعني النقد هو بيحب ما فيهم هو يعني مش منزه مش لعيب كره منزه كل زي ما انت قلت ميسي ورونالدو لكن هو بيعرف يفرز ما بين اللي بيبقى قصد انه يتشد لتحت او انه تشويه صورته بشكل باي حاجه بانه هو ايقونه حاجه جميله في مصر وفي العالم بشكل كبير جدا لكن بتنقد في الكوره ما لازم تنقد في الكوره كلنا بننقد في الكوره صحيح وده طبيعي وده متقبل بشكل كبير جدا صحيح. الناس اللي قالت امبارح انه محمد صلاح ممكن يكون خرج من المباراه دي متعمدا يعني ما هي دي ما هو ده بقول لك الفارس الفارس في ناس بتسخن وفي حد بيتبع اسلوب متدني انه يعني في موضوع الشتيمه وفي موضوع الدخول في النوايا وفي موضوع القصه دي كلها واضحه ليك وليا ولاي حد فهي واضحه كمان لصلاح بشكل كبير جدا. صحيح. طيب كابتن ضياء انطباعك ايه في اول مباراتين لينا في كاس الامم الافريقيه بعد تعادلين مفاجئين بصراحه يعني كنا متوقعين ان احنا بعد مباراتين نبقى في 6 نقاط الان بنقطتين فقط بشكل عام شايف المنتخب ازاي؟ لا انا بشكل عام بالنسبه لي المنتخب ابتدى من 40 دقيقه من الشوط الثاني او الشوط الثاني تحديدا يعني بدايه البطوله بالنسبه لنا يعني. صحيح يعني عايز بالمختصر ولا لا مختصر ايه يا كابتن؟ معاك كابتن ضياء السيد هتديه بالمختصر. انا حاسس ان انت داخل النهارده وعايز تدي المختصر على طول بس لا انا ما اخدش منك المختصر على طول انت توضح لنا وتفهمنا كمان. لا والله يعني بوصل لك الاجابه بتوصل لك تماما يعني لا هي قصه طبعا احنا غير متوقعه يعني لا من لا رقميا ولا احصائيا ولا مستوى اداء كنت اتمنى انه ده يتعدل في الماتش الثاني لكن برضو البدايه كانت صادمه خلال 45 دقيقه ما كانش فيه رد الفعل كان برضو يعني لكننا لعبنا موزمبيق وثلاث اشواط رد الفعل ما كانش كويس على مستوى الاداء الفردي والجماعي لكن حصل تحرر من كل حاجه للعيبه نفسها يعني وانا قصد اقول للعيبه نفسها مفهوم لانه بصراحه مش حاسس انه الجهاز الفني او فيتوريا تحديدا متحكم في المفروض هو اللي بيدير القصه ولازم يكون متحكم في المجريات بشكل كبير جدا متحكم في كل ادوات اداره الجيم هو مش حاسس انه هربانه منه حاسس انه مخضوض حاسس انه في خوف زياده عن اللزوم بحس في وقت اوقات كتير انه مرتبك مش عارف يتصرف فعشان كده بقول لك اللعيبه تحررت من ادوات فيتوريا مش بقول لعبوا على مزاجهم لا طبعا مش قصدي ولا خالفوا تعليمات الراجل لا تحررت من الخوف الزياده من
من عارف بتحسسك ان هو ما عندوش خبره في اداره المباريات. مش ممكن، مش هقول ما عندوش خبره في المنتخبات، لكن ده ماتش كوره زي اي ماتش كوره لاي نادي يعني. حلو. بيمسكهم يعني. انت قلت جمله في منتهى الاهميه يا كابتن ضياء، قصه ان التحرر من الخوف، التحرر من الخوف. بس دي نقطه كنت لسه عايز اسالك فيها، انه ساعات انا بحس ان منتخب مصر، انا هقول لك لعيبه منتخب مصر، انت واصل نهائي كاس الامم الافريقيه البطوله اللي فاتت، انت اهم منتخب عنده تاريخ في هذه البطوله، دايما بحس لما بنيجي نلعب طبعًا مع طبعًا اي منتخب حتى لو مش كبير احنا متوترين في الملعب. هو احنا متوترين ليه؟ بقعد اسال نفسي السؤال ده، احنا متوترين ليه وخايفين ليه؟ هي حاجه بتنقل لحاجه. لكن طبعا الخوف من الصوره بعد الهزيمه، من خصوصا ماتش غانا، عملت انطلاق طبيعي جدا داخل كل اللعيبه اللي تألق. على فكره كل الناس يعني في ظل الرطوبه العاليه دي القاتله، كل الناس جريت الشوط الثاني 3 أضعاف الشوط الاولاني. صح. مع ان الشوط الاولاني انت ببدايه طاقتك. صح. ببدايه طاقتك، كل الطاقه لسه ما استنفذتش. فده تحرر طبيعي من الحرص الزياده اللي بيؤدي الى فقدان الثقه والخوف دون مبرر من خصوم اقل منك بشكل كبير جدا. صحيح. كابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام الاسبق لمنتخبنا الوطني، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.